السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم محمد سيد النهاردة إن شاء الله. وزي ما ناس كتير جدا طلبت، يعني أكتر مكنة بيتسأل عليها الدايون 4، إيه أخبارها، عاملة إيه، عايزين نشتري، موجودة فين، الكلام ده كله. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على دايون 4 ماكس 2021 150 سي سي الجديد بكل المواصفات الزيادة الجديدة اللي موجودة فيها. تابع معنا الفيديو للنهاية. ورجعنا تاني مع الدايون 4، يعتبر الموتوسيكل الشعبي الاكثر مبيعا والاكثر شعبيه في السوق المصري كله. طبعا معروف الهوجن جامبو 150 4 والدايون 4. طيب اول حاجه، ده الموتور الجديد اللي هو الجامبو بحدافه اتزان. يعني ايه؟ يعني نبدا صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام واحده واحده كده. الموتور مزود بحدافه زيادة عن الحدافة الأساسية اللي فيه. أي موتور لازم له كرانك، حدافة اللي ماسك البستم اللي عامل على دوارة وتشغيل ونقل الحركة في الموتور. تمام؟ لما نقول حدافة اتزان يبقى هنلاقي في حدافة تانية صغيرة بتعمل على تقليل الذبذبة على السرعات العالية، اسمها حدافة توازن أو اتزان، تبقى زيادة في الموتور. تمام؟ هنتكلم عنها بالتفصيل في دورة تعليم الصيانة عشان الناس تعرف عيب ولا ميزة وإيه أضرارها وإيه مميزاتها والكلام ده كله. الموتور 150 سي سي، 5 غيار، الخمسه لتحت ساقيه مفتوحه، يبقى تخلي بالك طريقه التشغيل مرش زائد منافله. المرش لسهوله الاستخدام، المنافله اي عطل في المرش وقف المرش منك، سواء عطل كهرباء او عطل ميكانيكا. تمام؟ تدي منافله يبقى ضروره، في ناس بتستغنى عنها ولكن ضروره، لان غالبا فيوز ضرب بطاريه نامت، يبقى معاك حاجه تدور بها المنافله. وفي ناس بتشيلها خالص عشان موضوع السرقه ولكن بيزقوها، فانت خلي بالك وتامن كويس وربنا يسترها. اتنين فتحه بوجيه، ولكن بوجيه واحد اللي شغال، لان البوجيه الشمال دايما احتياطي لليمين، اليمين ده اللي شغال. كربراتير اللي هو الكربراتير بوابه بنزين، سهل جدا الصيانه، قطعه غير متوفره، بيستم واحد او سلندر واحد او اسطوانه واحده اللي هي 149. كبس عالي او ضغط عالي، يعني بنزين 90 ده افضل حاجه ليه، 80 الدنيا كلها ماشيه بيه مفيش اي مشكله خالص. السياخ مش كتينه، يعني مع نعومه صوت الدايون الا ان هو مش كتينه السياخ، ولكن في شويه حاجات ميكانيكيه جواه هي اللي مخليه صوته انعم من اغلب المكن اللي موجود في السوق. تمام؟ وطبعا في بعض المكن بدات تعمل نفس الاشياء الميكانيكيه دي، عشان كده اصوات قبل، يعني كتير من المكن بدأت تبقى ناعمة مع انها على سياخ مش على كتينة. برضو هندرس الكلام ده كله في دورة تعليم الصيانة. مستوى من الزيت، انا عن نفسي بفضل 1200 جرام، يعني لتر و200 جرام لأي موتوسيكل فيه حدافة اتزان عشان الجزء اللي زاد. لكن هو 1000 ملي لتر، يعني 1 لتر شغال زي الفل معاه، مفيش أي مشكلة خالص. تمام؟ عامل التبريد فيه الهواء المحيط بجسم الموتور. تمام؟ يعني مفيش فيه لا سربتين زيت ولا تبريد ميه ولا الكلام ده كله، عامل تبريد. الشاسيه طبعا مش هنتكلم عنه لان اتكلمنا عنه كتير جدا في الهوجن وفي السي ام جي وفي الياسونج وفي الحلاوه، هو نفس الشاسيه تقريبا. ولذلك هتلاقيني كنت دايما بقول الموتور ده بقطع الغيار دي تركب هنا ودي تركب هنا، كل اللي هيفرق معاك الكتابه اللي مكتوبه والشرايط المرسومه على طقم الصاج. لكن هتقول لي المقص ده يركب هنا، اقول لك المقص الموتور ده يركب هنا، يعني لو جبت موتور حلاوه ركبته على الدايو او الهوجن او المش عارف كله ده يركب. الفرق اختلافات بسيطه جدا، واي ميكانيكي حابب صنايته يقدر يعدلها. يعني ناس كتير جدا كانت بتسال كرسي الهوجن جامبو يركب على الدايو او الدايو يركب على الحلاوه، اي كرسي خلفي بيركب على اي موتوسيكل 4 طالما من نفس الفئه. ولكن كل الموضوع ان لو انت حابب صنايتك شويه سنه صغيره كده هتبص تلاقي التعديل معاك زي العسل. طبعا اتنين شكمان مزود باتنين مساعد امامي واتنين مساعد خلفي. طبعا دايما بقول من اطرى المساعد في السوق المساعد الضاي، ولذلك ملوش مطبات نهائي. كل مشكلته ان انت لو بتحمل وراك حمل او بتاخد اوزان، يعني مثلا بتطلع شغل انت وثلاثه اربعه اصحابك صنايعي او كده، هتلاقي المساعد بيرزع معاك. عيب في المساعد؟ مش عيب في المساعد، لا هو اصلا طبيعته كده. ولذلك دايما تلاقيني بقول في حاجات بشيلها من الضايو اعدلها، يعني بقوم شايل المساعد الخلفي
حاطط الهوجن جومبو اقوى مساعد في السوق، ده معروف تمام. الامامي والخلفي فتلاقيه طويل وقوي، من غير علايات بتلاقي المكنه بعيده عن الارض تمام، وفي نفس الوقت شديده معاك، لو شلت واحد او اتنين وراك تلاقي المكنه عزمها كويس شايله العزم اللي هو التقل يعني. طيب جنط امامي وجنط خلفي 18 ورا 18 325 يركب 50. وفي ناس بتعرض الكاوتش الخلفي، عشان في ناس دايما تسالني بعد تحت كل فيديو كده يقول لك ينفع اعرض الكاوتش؟ اه الخلفي ممكن توصله ل 400 و450 مع تعديلات في الغطاء الجنزير وشويه حاجات كده تمام، لكن ممكن تعرضه، وناس بتعرضه وبتقوم شايله الديل اللي ورا وقلبها بشكل كويس كده. الامامي 18 في 300 تمام، تعرض لا ما ينفعش تعرض قدام احسن لك انت، لكن ممكن تعرضه، ممكن تعرضه لغايه 100 تمام. طيب عندي الانوار كلها عاديه القديمه، اشارات فانوس امامي فانوس خلفي كل حاجه القديم النظام القديم، اللي هي الايه اللمبات العاديه مش الليد، ينفع تتقلب بليد؟ ينفع تتقلب، والضفيره مجهزه لكده وفيها جهاز انذار وفيها فيشه جهاز انذار ثابته، يعني مش محتاجه اي تعديلات، كهربتها نفس الكهرباء القديمه بالظبط، الضفيره شغل الكهرباء كامل يعني مفيش فيها اي زيادات، مش هنلاقي كلكعه، مش هنلاقي حاجات مش موجوده او ملهاش قطع غيار او صعب نلاقيها، لا هي نفس الكهرباء بالظبط. البطاريه 12 فولت على 7 امبير او 9 امبير شغال. وفي حاجه يعني معلومه برضو اكتشفتها، يعني مش عرفتها، لا اكتشفتها لما بنقيس بالافوميتر، اكتشفت شويه حاجات كده في البطاريات هنبقى نعمل لهم حلقه بس ربنا يسترها يعني، لان هتبقى مشكله شويه تمام. فدول فيك صدام امامي حمايه للمكنه وللسواق لو نمت على جنبها. التانك تقريبا 14 لتر بنزين كويس جدا جدا، مزود بحاجتين، حنفيه بنزين زائد فلتر، يعني في فلتر في حنفيه البنزين، مصفه جوه وفلتر بره لترقيه البنزين. لها ثلاث مستويات، تحت عاده قدام قفل فوق احتياطي. الاحتياطي لتر ونص تقريبا، حاجه كويسه جدا. طب هو اللتر بيمشيها قد ايه؟ لا ده خليها مفاجاه كده بعد ما اقول لك ان في حاجه تانية، ان هي عوامه البنزين موجوده في العداد، مع ان العداد مانوال كامل ولكن فيه عوامه بنزين عشان تشوف مستوى البنزين اللي في التانك قد ايه تمام. في نفس الوقت اللتر البنزين لو مشينا على كلام المصنع اللي هي السرعه القصوى والحموله القصوى والكلام ده وكل حاجه عليه بالظبط وضغط الهواء والزيت هتبص تلاقي لتر و2.2 من 10 لتر يمشوك 100 كيلو، يعني اللتر حوالي 45 كيلو. وفعلا ناس كتير جدا 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 مشت بالضايو والهوجن جامبو عارفين الكلام ده، والضايو 26 والكلام ده موفره جدا جدا في البنزين، السلكه في البنزين فوق الروعه تمام. وطبعا احنا ما بنعملش حاجه لما نجربها الاول عشان ما نبقاش كلام وخلاص. وطبعا من كلامي يعني حضراتكم عرفتوا انا لما اكون مقتنع بمكنه بزود العيار فيها شويه، في حاجات ببقى ايه ماشي حالك كده، يعني واحد مثلا اخ محترم بيطلب مني ريفيو على مكنه، انا مش مقتنع قوي، بعمل له الريفيو بس ما بقراتش قوي، فحتى بيبان من كلامي ليه، لان انا عارف ان في ناس يعني اخ كان محترم كده رن عليا وقال لي او بعت لي رساله تقريبا قال لي ينفع انت عملت ريفيو على مكنه واشتريتها وطلع فيها مشكله، مع ان والله المكنه دي الوحيده من 1/1/2020 عمري ما اشتريتها الا بالطلب الالحاح قوي من العميل، وبجيبها انا مش مقتنع بيها لان عيوبها كتير جدا جدا جدا، وعيوبها للاسف اغلبها في الموتور تمام. فانا لما اعمل ريفيو على مكنه مش معناه ان انا بقول لك اشتريها، لا ده ببقى حسب طلب واحد اخ ليا محترم عايز ريفيو عليها، فانا بعملها له عشان الزيت البنزين السرعه الكفاءه مش عارف ايه الكلام ده، فهو عايز يعرف راكب ايه فبعمله له، فمش معنى ان انا اعمل لك ريفيو يبقى انا بقول لك روح اشتري دي، فهمتني؟ تمام. هو طبعا بيظهر من كلامي اصلا، يعني بيظهر ان انا مقتنع بحاجه ومش مقتنع بحاجه. طيب وزن المكنه 135 كيلو تقريبا تمام، هو مكتوب 136 تقريبا، لكن بالبنزين بالزيت بالكلام ده هتبقى حوالي 140-145 كيلو. السرعه القصوى ليها 85 كيلو، قالت الجره 15/41 كويسه جدا، ونصيحه لله ما تعدلهاش، لو هتعدلها لازم تكون سواق قوي 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 تاخد بالك تمام. الوزن القائم على المكنه 150 كيلو، يعني فرضيا هتشيل، طبعا مش هنتكلم كتير لان احنا عارفين الحمد لله الجماعه المصريه احنا يعني تمام.
طبعا قلنا زمان ولسه بنقول وفي ناس بتسمع الكلام وناس ما بتسمعش الكلام، الكرسي اللي ورا من ضمن من اهم عيوب المكنه دي. ليه؟ بيتقطم بسرعه، بيتني تعدله يتني كمان مره يتقطم خلاص. دايما بنقول الهوجن جامبو افضل 100 مره في شويه حاجات كده، لو اتقلبت هوجن المكنه دي تبقى برنسيسه فعلا. تمام، قفل الجدون لا يعتمد عليه اصلا في اي مكنه، لان انت عارف تكه شكرا دي ما تحملش عليه في الامان قوي. طيب لتر البنزين قلنا بيمشيها قد ايه، توفير البنزين بتاعها، السرعه، الوزن، طول المكنه مترين و8 سنتي، ارتفاعها 96 سنتي عن الارض. طيب عرض المكنه 86 سنتي من الى، المكنه كحجم كوزن كتقل كسرعه حاجه كويسه جدا. فنصيحه لله، لو هتمشي على كلام المصنع المكنه دي حمالة اسيه. وطبعا احنا طبعا مقسمين المكن على 3 انواع عشان الناس اللي دايما تقول اصل المكنه دي والمكنه دي، اصل دي ما تسواش فلوس، اصل دي تسوى فلوس، الكلام ده كله نصح لله هعمل لك فيديو عن اقسام المكن عشان تعرف انت بتقول ايه وانا بقول ايه واحنا بنتكلم الكلام ده لمين بالظبط. تمام، يبقى ده كل حاجه على المكنه. نصيحه اخيره بقى لاي حد راكب موتوسيكل ضايم، تمام، هياخد المكنه، يعني دي نصائح غاليه، حاول تمشي على كلام المصنع في السرعه، الحموله القصوى، المطبات، ما تاكلش مطبات كتير، تاخد بالك من آلة الجر، تاخد بالك من الصيانه الدوريه، ودي اهم حاجه في الدنيا كلها لاي معده واي مركبه. مفيش حاجه اسمها طول ما هي ماشيه سليمه وهي ماشيه واقرص واجري، لا، في حاجه اسمها صيانه دوريه وفي حاجه اسمها صيانه الالف والكلام ده كله وغيار الزيت. ليه؟ عشان تعيش معاك اطول فتره ممكنه بدون اعطال وبدون مصاريف، ده ليك انت. احنا مش عايزين كل سنه كل سنتين تروح تصرف فلوس وتجيب وتودي وتعمل. التزامك بالصيانه الدوريه ميزه للموتوسيكل وميزه ليك انت كمان. تمام، طبعا مش هقول لك بقى موضوع الشاحن وموضوع الكهرباء والكلام ده، لان انا نفسي انا مش مقتنع بيه. هي زيادات كويسه، ولكن الحاجات دي ما توقفش بيع وشراء مكنه. اعتقد كده كل التفاصيل عن المكنه. المكنه النهارده سعرها بيتراوح على حسب التاجر من 14 ل 14500، سعر كويس جدا في الفئه اللي بتاعتها، يعتبر من افضل المكن اللي موجود في مصر. ما تقوليش بقى ايه لا في ب 16 ولا 16 ونص ولا 17 ولا 18، لا، هي ارخص وانضف. وطبعا ده كله بكلام الميكانيكيه والمستخدمين، انا كلامي لا يعتد بيه ويعتبر ملوش لازمه، ولكن دايما اسال الميكانيكيه والمستخدمين هيقول لك دي بتنزل الارض تحرط مع الفلاحين، حاجه كويسه جدا. ف ده كده كل التفاصيل عنها. اي سؤال اي استفسار تحت في التعليقات، وما ننساش الاشتراك. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.